كرة كانت راية وتسلل على فريق زاخو، التسلل الثاني في هذه المباراة ونحن يعني نمضي سبعة. مونتيانو أكثر من لعبة للمنتخب الروماني في تاريخ 131 مباراة، سجل مرة أخرى لفريق زاخو. بداية سريعة للمباراة، أشوف المباراة من بدايتها مفتوحة. فريق الحدود القادم من خسارة أمام الطلبة بالجولة الماضية بهدف وحيد، يحاول يعني استعادة ما بدأ بالدوري، وكرة تعاد إلى لمصلحة فريق الحدود. استخلاص كرة جيد كان لفريق زاخو، وبالتالي بداية لهجمة مرتدة. إبراهيم يمر، إبراهيم يلعب كرة أمامية لكن بعيدة، كانت بعيدة. أو مساعد مدرب فريق زاخو أحمد والي اللي قاد الفريق في مباراتين سابقتين يعني قبل التوقف، فاز على البحري بهدف وحيد هو الفوز الأول، وخسر أمام النفط بهدفين. حاجي وسط الملعب لخالد مبيض، أمامية الكرة مقطوعة، قانونية شرعية لكن خالد أخفق. زاخو بحاجة بالتأكيد مباراتين، وبالتالي الآن مدرب رابع لفريق زاخو في هذا الموسم مع فريق السماوة. طبعا أيضا الفريق الذي يحتل المؤخرة، شوف دائما التغييرات التدريبية هي من تؤثر. الكرات اللي توصل من هنا، الكرة رأسية حلوة كانت. لوران يلعب كرة أمامية، وإمبو، إمبو يحصل على الخطأ. مدينة اللي علي عبيد صاحب هدف وحيد أنس مالك في مرمى نفط الجنوب، المباراة اللي انتهت بالتعادل بهدف لهدف. حدود تقدم بهدف بالدقيقة 83 لإمبو الكاميروني. كرة ملعوبة عالية، محاولة أخيرة ومحاولات مستبيتة طبعا لزاخو في الوصول. مرور، عودة للوران، لوران يلعب كرة أمامية، كرار أموري، كرة ملعوبة لمصلحة فريق زاخو، مقطوعة من أمام بلال صالح. أمامنا لوران، ارتدت الكرة من حائط الصد وبالتالي تتحول سهلة إلى علي مطشر. النفط مع كربلاء، البحري مع أربيل، الطلبة مع النجف، نادي الحسين مع نفط الجنوب. الكاميروني في المقابل تشكيلة فريق زاخو، دولفان مهدي، جاسم محمد حاجي، ديار ياخي، أمير خان، هونر من الجهة البعيدة، يعيد كرة إلى مصطفى، محاولة المرور، أموري عيدان، عودة مرة أخرى. Thank you.